الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلمة أيها الأحبة يسيرة لا أطيل فيها عليكم. أيها الأحبة، إذا تأمل الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى وجد أن الله سبحانه وتعالى ربط كثيرا من الأعمال الصالحة، ربط فعلها بالإيمان به وبأمر آخر، وكذلك ربط الانتهاء عن كثير من الأعمال والمعاصي، ربطها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأمر آخر. نقرأ قوله سبحانه وتعالى، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر المطلقة الحامل، قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر برد الخلاف عند التنازع إلى الكتاب والسنة، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولما ذكر إقامة الحد على الزاني والزانية، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إذا تأملنا في الكتاب والسنة نجد أن ربط الإيمان بالله، ربطه مع الإيمان باليوم الآخر، ربط يعني مطرد في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره. وجعل الأعمال الصالحة إنما يحث عليها هذان الأمران، وترك الأعمال السيئة إنما يعصم منها هذان الأمران. إذن أيها الأحبة، نعلم من هذا أن الإيمان باليوم الآخر مكانته في هذا الدين مكانة عالية، وكما لا يخفى عليكم بأنه أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم متى يكون، يعني من الذين مؤهلون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم من جمعوا بين هذين، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن أيها الأحبة، الإيمان باليوم الآخر يشتمل طبعا على الإيمان بكل ما جاء عن اليوم الآخر من أوله إلى آخره، بداية من موت الإنسان وأخذ الروح من الملائكة، سواء كانت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وكذلك القبر، فإن أول منازل الآخرة، ثم المحشر والقيامة والحساب والعرض والحوض والكتب ونحو ذلك. هذه أيها الأحبة المسلك الأول من الأمور التي إذا الإنسان آمن باليوم الآخر استفادها في نفسه، وهو أنها تحثه على فعل الأعمال الصالحة وتزجره عن فعل الأعمال السيئة، سواء كان استحضارك لملاقاة الله سبحانه وتعالى، أو استحضارك لهول الحشر، أو استحضارك للوقوف الطويل في أرض المحشر بانتظار بدء الحساب. الأمر الثاني أيها الأحبة من الأمور المسلكية التي يستفيد الإنسان منها إذا آمن باليوم الآخر، هو أن الإيمان باليوم الآخر هو من أعظم ما يعين على الصبر والسلوان عند نزول المصائب، أيا كان نوع هذه المصائب، هل هي فقد حبيب، أو كانت خسارة في شيء معين، أو كانت مرضا، أو أيا كانت، فإن من أعظم ما يعين على الصبر على المصائب هو إيمانك باليوم الآخر. لماذا؟ لأن إيمانك باليوم الآخر يجعلك تستشعر أن هذا البلاء الذي نزل عليك إما أن تتركه وإما أن يتركك، يعني مآلك إلى الذهاب إلى اليوم الآخر، فإذا ذهبت إلى اليوم الآخر أنت هذا البلاء الذي نزل بك، وبه تعلم يعني كذلك أن هذا البلاء مهما طال إنما سيكون في هذه الحياة التي لا نسبة بين طولها وبين نسبة بقائك في الدار الآخرة. ولهذا لما توفي ابن لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، أحد العلماء الحنابلة، وأسف عليه يعني أسفا كثيرا، عزاه بعض الناس بهذه التعزية التي شرحت صدره، وهي يعني قالوا له: إنك ستلقى ابنك إن شاء الله يوم القيامة. فقال: والله لولا يقين القلب بأنه هناك لقاء ثاني بالأحباب وإلا لتقطع القلب
من ألم فراقه. ولهذا فعلا إذا الإنسان استحضر عند كل مصيبة اليوم الآخر وأن هذه الدنيا هي دنيا الإنسان فيها كأنه عابر وسبيل، كان هذا أعظم معين له على الصبر على هذه المصائب، وأنه إما أن تتركه هذه المصيبة وإما أن يتركها، إما أن تدافع عنه وإما أن يذهب هو عنها. الأمر الثالث وأختم به أيها الأحبة، وهو أمر مهم، وهو متعلق بفهمنا الفهم الصحيح لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وأفعاله، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار عمل وفيها جزاء، هي دار عمل لكن فيها جزاء، وجعل الآخرة دار جزاء وقد يكون فيها عمل، مثل يعني من مات من المجانين أو نحو ذلك، فعند بعض أهل العلم أنهم عندهم يعتقد في يوم القيامة. المراد أن الدنيا أصلها دار عمل ليست دار جزاء، لكن يقع فيها جزاء، سواء كان يعني جزاء للحسنة بأن يعطيك الله سبحانه وتعالى ثوابا لها من رزق أو صحة أو ساعة أو نحو ذلك، وكذلك بالعكس، فإن من كان من الكفار والظالمين أو نحو ذلك فإنه قد يقع عليهم شيء من العقوبة في الدنيا، كما جاء في ذلك طبعا نصوص كثيرة. المراد استحضار أن 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 الجزاء الكامل للمحسن سيكون في الآخرة وليس في الدنيا، وأن الجزاء الكامل للمسيء والظالم والكافر سيكون في الآخرة وليس في الدنيا. وهذا في جواب عن بعض الناس إذا رأى بعض الظلمة والكفار الذين يفعلون الأفاعيل بالمسلمين أو بالمستضعفين، يقول كيف أنهم إلى الآن لم ينزل بهم عذاب؟ الدنيا ليست هي دار الحساب، إنما هي دار عمل لكن قد يقع فيها جزاء. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أعطاه الله عليها في الدنيا حتى إذا لقي الله لم يبق له شيء، وأما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعطيه، أو قال ويعقبه رزقا عليها في الدنيا. يعني المؤمن يقع له شيء من جزاء حسناته في الدنيا ثم الجزاء الأوفى في الآخرة، والكافر لا، يوفيه الله سبحانه وتعالى جزاء ما فعل من فعل طيب، من مثلا يعني كفاءة اليتيم أو إطعام لفقير أو يعني نحو ذلك في الدنيا. لكن كذلك الكافر أو الظالم إذا فعل شيئا في الدنيا فقد يتأخر عليه الحساب في الدنيا إلى الآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. فلا تقل أين العقوبة، لماذا لم تنزل على فلان من الظالمين؟ قد لا تنزل هذه العقوبة عليه لكي يستمر في ظلمه وبغيه حتى إذا لقي الله يوم القيامة لقيه بأشد العذاب وعليه، فيكون بقاؤه بدون عقوبة في الدنيا عقوبة تردعه عن الظلم هو أشفى لقلوب المظلومين إذا أتوا عند الله يوم القيامة. ولهذا أيها الأحبة، ويعني أختم به، إذا تأملنا سورة البروج تعالج هذا الإشكال اللي يعني يسميه بعض الناس يعني إشكال الألم أو نحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أقسم بأربعة. طيب على ماذا؟ قال: قتل أصحاب الأخدود. قتل يعني لعن أصحاب الأخدود الذين هم الكافرين الذين فتنوا المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود، انظر إلى المشهد المفزع، يعني مشهد قد كثير من المؤمنين ما وقع لهم مثل هذا المشهد. قال: قتل أصحاب الأخدود، صور لنا الله سبحانه وتعالى أن هناك أخدودا قد خد في الأرض، وكان أخدودا هائلا مخيفا. وتصور أنت حال المؤمنين في تلك القرية لما كانوا ينظرون إلى هذا الحاكم الذي خد لهم الأخاديد ويعدهم بإحراقهم إذا لم يرجعوا عن الإيمان بالله، فتصور يعني حالهم. قال: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، لما أججوا هذه النار العظيمة في هذا الأخدود. طيب قال: إذ هم عليها قعود. هؤلاء الكفار لما أرادوا إحراق المؤمنين ما كانوا جالسين في قصورهم وأرسلوا واحدا من خدمهم حتى يفعل هذا، لا، كانوا قعود في نفس المكان شاهدين لهذا العذاب يعني الواقع على المؤمنين. قال: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هؤلاء الكفار كانوا شاهدين حاضرين لما أمروا بأن يفعل بهؤلاء المؤمنين. الآن يأتي السؤال: هل كان بين المؤمنين وبين هؤلاء الكفار خصومة في الدنيا؟ لا. قال: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما نقموا هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين
انهم كان بينهم مشاحنات خصومات على اراضي او كذا، لا، لم يكن بينهم وبينهم خصومه الا في الدين. قال: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. انظر لما قال الله انهم كانوا، قال: اذ هم على قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ثم ذكر انه على كل شيء شهيد. يعني شهود الله سبحانه وتعالى لكل شيء اعظم من شهود كل شيء لاي شيء. طيب، اذا كان الله سبحانه وتعالى كان شاهدا على ما وقع على هؤلاء المؤمنين، اذا لماذا لم ينصرهم؟ طيب، بين الله سبحانه وتعالى قال: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بهذا الشرط، يعني لو تابوا مع هذا الفعل العظيم كان غفر لهم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني ان لم يقع عليهم شيء مني في الدنيا فان العذاب موفر لهم في الاخره، وهو يوم الحساب وليس الدنيا. الدنيا قد يقع فيها عقوبة، نعم، لكن قد يعني يقع فيها تأخير أو تكون بصور لا يراها المظلومون. انظر إلى قوله سبحانه: ثم لم يتوبوا. لماذا؟ لأنه قد يتوب الظالم فيكون هو والمؤمن في الجنة إخوة، مع أنه في الدنيا هو الذي قتله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال: يضحك ربك من رجلين أحدهما يقتل الآخر يدخلان الجنة. كيف ذلك؟ قال: يقتل أحدهما الآخر وهو كافر، ثم يمن الله عليه فيسلم، ثم يقاتل في سبيل الله فيستشهد، فيدخلان كلاهما الجنة، أحدهما كان كافرا والآخر كان مؤمنا، لكن هذا الكافر أسلم يعني فيما بعد، فيدخلان الجنة ويكونان كأنهم إخوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى: قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إذن ليس الفوز أن تنتصر أنت على هذا الظالم أو الكافر في هذه الدنيا، لا، إن وقع هذا فبها ونعمت، فإن العاقبة للدين ليست للأفراد. الأفراد قد يذهبون، الصحابة يعني رضي الله عنهم منهم ناس ماتوا في مكة قبل الهجرة، ومنهم ناس ماتوا في أول الهجرة، ويعني منهم ناس أخروا إلى فتح مكة. فانتصار الإسلام قد يتأخر عن بعض الناس، لكنه واقع لا محالة. طيب، هؤلاء المؤمنين أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار، إذن هذا هو الفوز، وليس أنهم ينتصرون على هؤلاء الظلمة الذين خدوا لهم لخاديد. طيب، انظر إلى ما بعدها، قال الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، سواء بطش بالدنيا يعني في الدنيا أو في الآخرة، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور لمن فعل مثل فعل أصحاب الأخدود أو غيرهم، الودود المتحبب لعباده المؤمنين. طيب، قال: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. يعني لا تظن أن الله سبحانه وتعالى إنما منعه من عقوبة هؤلاء الكفار أو الظالمين عجزه سبحانه وتعالى، كلا، بل هو فعال لما يريد. مثل ماذا؟ قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يعني كيف أهلكت فرعون وثمود بأيسر ما يكون، هؤلاء أغرقتهم في البحر، وأولئك أرسلت عليهم صيحة مزقت قلوبهم، قطعت قلوبهم عن نياطها، بدون يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا عليهم من جند من السماء وما كانوا، قال في سورة ياسين، قال وما أرسلنا عليهم من جند من السماء وما كانوا يعني وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاك أحد يعني كما يخفى عليكم ليس يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى إنما يؤخر الحساب للمؤمنين الكامل والحساب للكافرين الكامل في الآخرة، وقد يقع شيء منه في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحى صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.